السلام عليكم. عملية الانسلاخ لدى الجراد تحدث 5 مرات في عمر الجرادة. في هذه الأطوار 5 ينتقل طول الجرادة من 7 ملم إلى أكثر من 50 ملم. وعملية الانسلاخ ضرورية لأن قشرة الجراد صلبة ولا تتمدد مع النمو. والتسمية المحلية للأطوار 5 هي كالتالي: نميلي، إقعيسي، دغمان، كتفان، خيفان. الخيفان لونه وردي ويسمى البحري، يصل طول نميلي إلى حوالي 7 ملم، والإقعيسي إلى حوالي 15 ملم، والدغمان حوالي 21 ملم، والكتفان حوالي 33 ملم، والخيفان 50 ملم وأكثر. بين كل انسلاخ والانسلاخ الذي يليه حوالي 7 أيام، وهذا يعني أن الجرادة بعد فقس البيض بشهر تقريبا يصبح قادرا على الطيران.